مرحبا، كيف الحال؟ اليوم حبيت أعرض لكم بشكل سريع زراعة تشكيلتين من العصاريات. جميع النباتات هاي اللي شفتوني بزرعها أنا صار لي فترة يعني بجمع فيها. دائما العصاريات بحب إني أجيب أنواع هيك شكلها غريب، ألوانها غريبة، وأجمعهم مع بعض هيك على أساس إني أحصل تشكيلة جميلة أعرضها عندي بالحديقة. كان في عندي جوارين بورسلان مدورات مناسبة أكيد لزراعة العصاريات فاضيين، فحبيت إني أشكل هاي الكميات فيها. بالنسبة لأسمائهم، طبعا أسمائهم غريبة شوي، أنا مش حافظها، كاتبها عندي على التلفون. هسا خليني أقرب لكم الكاميرا أعرض لكم التشكيلات أكيد، وأذكر لكم أسماء النباتات. إيشي هسا زي ما أنتم شايفين، هذا في عندي أول تشكيلة حطيت فيها أربع نباتات، أكيد كلياتها نباتات مختلفة عن بعض وألوانها مميزة. النبات اللي بالخلف الطويل هذا النبات من فصائل الكراسولا، عليه زي شايفين لون أحمر جميل. طبعا هاي الألوان بنحصلها بالعصاريات عن طريق وضعها بكمية مناسبة من الشمس. أوكي، بس هذا النبات اسمه كامب فاير. تمام، الفصيلة اللي بالأمام هاي اسمها برضو من فصائل الكراسولا بس مختلف النوعية، هاي اسمها جيد. شايفين النوعية هاي اللي هي بالأمام، والنوعية اللي بالخلف، هذول الثنتين نفس الفصيلة بس شايفين أكيد الاختلاف في الشكل. الفصيلة هاي اللي هون من فصائل السيدوم اسمها بيز ان بود، شايفين لونها هيك جاي على زراق، بتعطي زي هيك زهرة لونها بين الأخضر والأزرق، يعني شكلها كثير جميل. النبات الرابع هون، خليني أقرب لكم الكاميرا بس إن شاء الله تتركز، هاي من فصائل الأتشوفيريا. شايفين النبات شو مميز عليها؟ زي الزغب، تمام، زي الشعر هيك عليها. نبات مميز من فصائل الأتشوفيريا اسمها سيتوسا. اللي بتغلب فيها انه اذا بيجي عليها كمية من التراب يعني بتعلق على الاوراق، فبدنا نكون حذرين شوي بالزراعة. وحتى معطيني رأس زهرة، شايفين بدها تفتح ازهاره، على الاغلب لونها راح يكون برتقالي او زهري، يعني مش عارف بالضبط، بس يعني اجمالا النبات جميل بعطي ازهار. هذا اللي هو من فصائل الاتشوفيريا. تمام، وهيك بكون عندنا اول جوار. هاي الجوار الثاني، التشكيل الثاني اللي زرعناها. طبعا هذا شفتوني في البداية حطيت في الأمام نبات يلي هو بسموه توكيو سون الأصفر، هذا اللي هو واحد من فصائل السيدوم، بس شفته عبى الجوار بشكل كبير فقررت إني أغير، إني أحط نباتات ثانية. النبات اللي بالخلف هذا اسمه سينيسيو، تمام، واحد من فصائل العصاريات، كانت جذوره كثير مكتملة بالجوار، اضطريت إني أخلخلها شوي. تمام، النبات الثاني اسمه بيربو اللي هو كف الدب. شايفين ليش بيسموه كف الدب؟ شايفين الورقة كيف تيجي؟ شايفين هاي النقاط اللي على أطراف الورقة جاي زي الأظافر، والورقة نفسها جاي زي كف الدب، عشان هيك سموها كف الدب. نبات كثير جميل مميز، يعني أنا ما عمري زرعته بالسابق، حبيته. في عليه زي هيك كمان الورقة نفسها بتكون ناعمة زي القماش أو زي الزغب، نبات كثير جميل. الفصيلة هاي اللي هون، هاي واحدة من فصائل الأتشوفيريا كمان، يعني شايفين هاي الفصيلة، هاي أتشوفيريا وهي أتشوفيريا، شايفين سبحان الله كيف الفرق. هاي الأتشوفيريا اسمها مكسيكان تشيكس، تمام، في عليها شايفين زي تمويجات على الأوراق لونها أحمر، النبات يعني فعلا حلو ومميز. النبات اللي بالأمام هون اللي فيه زي أصفر وأحمر، هذا من فصائل الأيونيوم اسمه بنويل، تمام. وآخر نوعية اللي هي من فصائل الهوارثية، هاي من فصائل العصاريات اللي هي اسمها هوارثية. هاي تشكيلتين العصاريات اللي زرعتهم، يعني اعتقد انهم شكلهم جميل اكيد. وزاد عندي نباتات اللي هي السيدوم، تمام، اللي هو التوكيو سون هان، وفي زاد عندي اكيد واحد من فصائل الصباريات الكاكتس، وكمان فصيله من الهوارثيا. شايفين هاي الفصيله تعتبر هوارثيا، وكمان هاي الفصيله هوارثيا، شايفين يعني نفس الفصيلة الأم بس أكيد نباتين مختلفات. الاسم العلمي تبعهم يعني صراحة مش عارفه، بس إجمالا هذول النوعين نفس الفصيلة، هاي هوارثية وهاي هوارثية. هذول أكيد إن شاء الله راح أشكلهم في جواوير ثانية، أشوف مشروع ثاني أزرعهم فيه. بس إجمالا يعني شايف أنا الجواوير شكلهم طلع جميل. هسا خلينا نحكي لكم عن ظروف العناية بالنسبة لهي النباتات. هسا اجمالا بالنسبه للعنايه بالعصاريات، يعني الموضوع اكيد مش معقد، ممكن اي واحد يزرعه، بس يعني في شويه شروط لازم نتبعها على اساس انه نحصل يعني اداء جيد بالنسبه للعصاريات. في بعض الاغلاط اللي بوقعوا فيها الناس، عشان هيك يعني العصاريات اجمالا اذا بصير فيها خلل تعديلها صعب، يعني اذا بتعفن مثلا جذورها صعب انه نعدل على النبات، فالافضل انه من البدايه نكون عارفين شو بدنا نساوي. هسا بالنسبه للتربه، التربه انا اللي استخدمتها هون هي خليط من الكوكوبيت والبيرلايت. العصاريات بتحب التربة تبعتها تكون سريعة التصريف، يعني المي مش لازم تتجمع حوالين الجذور لفترة طويلة ولا راح تعفن النباتات، فعشان هيك ضروري انه نستخدم تربة سريعة التصريف. واكيد الجوار يكون فيه فتحات تصريف من الاسفل، يعني ما بزبط انه نزرع في جواوير ما فيها فتحات تصريف، انا نهائي ما بنصح في هاي الشغلة، يعني احنا قاعدين يعني بنجهز حالنا للفشل من اولها.
هاي بالنسبة للتربة. بالنسبة للري، أكيد العصاريات ما بتحب الري الزايد، بس كمان ما بتحب إنه تجف تربتها لفترة طويلة، بتبلش هيك عندي الأوراق تجف وتجعد. وكمان طريقة الري، يعني إذا جفت التربة العلوية لازم نسقيها ري غمر. إحنا بما إنه حطيناها في تربة سريعة التصريف وفي ثقوب عندي أسفل الجوار، أكيد أي مي زيادة رح تنزل عندي من الجوار. يعني أول ما تجف التربة بنحط هيك إصبعنا داخل التربة، إذا حسيناها جافة أكيد بنسقيها ري غمر. بالنسبة للإنارة كمان هذا غلط كثير الناس بتوقع فيه، جميع الأنواع هاي اللي شفتوها بتحب الإنارة العالية، يعني هذول لازم نحطهم في منطقة بتحصل حوالي 3-4 ساعات شمس، يفضل من شمس الصبح. شمس بعد العصر يعني هي شمس حامية شوي خاصة بالصيف، فما بزبط انه نحطهم يعني في منطقة بوصلها 8-9 ساعات شمس، شوي النباتات بتبلش تتأثر. فالأفضل انه نحطهم في منطقة اكيد بتحصل شمس جيدة، يعني حوالي 3-4 ساعات. اذا بدنا نحطهم يعني في منطقة داخلية اكيد كمان بزبط، بس الأفضل انه نحطهم يعني جنب شباك. اذا حطيناها في منطقة معتمة هيك في زاوية غرفة ما راح تعطيكم اداء جيد، ما راح تعطي الالوان الحلوة هاي اللي انتم شفتوها. هسه بالنسبة لزراعة يعني او حصرهم في كمية، يعني كمية نباتات كبيرة حصرهم في جوار واحد، انتوا شفتوا انا ضغطت النباتات حوالين بعض، يعني في الجوارين كلهم لامسين بعض تقريبا، خلخلت التربة تبعتهم. هسه نمو العصاريات خفيف، يعني نمو مش سريع كثير، فعشان هيك بنقدر نزرعهم يعني بشكل متقارب، لانه النمو بطيء. يعني هاي التشكيلة رح تظل تقريبا على نفس الشكل حوالي السنة سنة ونص، بعدها يعني في حال نجحت النباتات بتبلش يعني تعطيني حجم اكبر، يعني ما راح اقدر يعني ما راح يعني احتاج اني افسخ هاي النباتات او نقولها على جوير ثاني لحوالي 2-3 سنين، وانا بعد الوقت هذا يعني بكون اصلا زهقت من شكلها وبحاجة اني اجدد الشكل. فاجمالا زراعة كمية كبيرة من العصاريات في منطقة ضيقة بنقدر هذا إشي نساويه، ما في أي مشكلة. وشفتوا كيف الطريقة أني أزرع أكيد كمية، لأنه حجم الجوار بيكون كبير، يعني ما بيجي في الجوار نفسه، بخلخل التربة. العصاريات ما بتتأثر من هاي الشغلة، يعني هاي شغلة كثير حلوة في العصاريات إنها ما بتتأثر، الجذور ما بتتعرض لصدمة نقل مقارنة في نباتات ثانية. إذا خلخلنا جذورها وقت الزراعة بتتعرض لصدمة نقل، بس العصاريات يعني هذا إشي كثير حلو فيها، بنقدر إنه نخلخل التربة أساس إنها تتناسب مع الجوار اللي بدنا نزرعها فيه، وبهاي الطريقة أكيد بنقدر نزرع كمية نباتات كبيرة. أعتقد يعني هيك ذكرت أنا كل الشغلات اللي بنحتاجها بالنسبة للعناية بالعصاريات. إذا في عندكم أي أسئلة بالنسبة للأنواع المعينة هاي اللي ذكرتها بتقدروا تتركوها أكيد بالتعليقات، وكمان إذا حابين تعرفوا من وين جبت هاي الأنواع يعني بقدر أدلكم على مواقعها أو من وين أنا جبتها، أكيد هنا بالأردن يعني ما بعرف بالخارج. وهيك الفيديو تبعنا بيكون انتهى، يعطيكم العافية ونهاركم سعيد، سلام.